בסוף הוא אומר. ولا بير؟ اكيد شور. طيب اكيد شور، لا اكيد شور طبعا. يبقى انا عندي هندسه المجرى بتاعي اهو، وشكل بقى بيتم بالشكل ده، ماسوره نازله في وسط الترعه. طب هل الشكل ده ينفع مع حاجه مش فيها سفر؟ يبقى شكل الهندسه اول ما الاقي مجرى ملاحي يبقى على طول الشور بتاعي التيك بتاعي شور الديك. واصلا هو الوحيد عليه تصميمه، مفيش اي حاجه. بنقول لك ايه؟ اختار الديك معين وصممه، انت واحد عليك تصميمه وشيل الديك. فمن غير اي حاجه ده شور الديك. معايا؟ طيب. تاني حاجه الناس، قال لك بقى المدينه دي في عدد سكان 320,000 نسمه. ما قالكش بقى عدد السكان ده. السكان ده. قال لك يا باشمهندسين استهلاك الفرد 140 لتر لكل فرد كل يوم. خلاص؟ بس قالك حاجة في المسألة بقى، قالك اديني consumption factor هتساوي 1.4. ايه ده؟ قلنا المرة اللي فاتت ان الكيو ديزاين بتاعتي عبارة عن البوب في الكيو ماكسيموم على 1024 في 60 تربيع في 1.1. قلنا يا باشمهندس الكيو ماكسيموم دي بصممها على اساس ان هي يبقى ديلي كونسمشن. انا عندي ثلاث حاجات اورلي ومانثلي وديلي. كان الكيو ماكسيموم دي كيو افريج في معامل، المعامل ده بيختلف بقى اورلي 2.5 ديلي 1.5 مانثلي 1.2. طيب قال لك ايه بقى؟ انا المعامل بتاعك عطهولي، يعني ما حدش هندسه يقول لي الفرق هنا 1.5. لا هو قال الدي كونسومشن فاكتور 1.4. يبقى كيو ماكس مساوي ايه بقى؟ الكيو افريج في كام؟ 1.4. لو الناس مش معترض اي حاجات اي معلومات عن الريت ده والكونسومشن ده تمام بتاخده كام؟ الاف 1.5. قال لك تاني حاجه هندسه، قال لك انا عندي عدد طرمبات شغالين 4 طرمبات. انا قلت لك في البامب روم المكان اللي بحط فيه البامبات عندي شغال واحتياطي. الاحتياطي 50% من شغال. يعني التوتال بامب هنا 50% من الاربعه دي يبقى 2، يبقى 4 زائد 2 بكام؟ 6. ده التوتال اللي شغال ومش شغال. معايا مش معايا؟ طيب بعد كده هندسه، قال لك الليفل اوف ميكسنج تانك يعني المنسوب بتاع اول خزان بتاع المعالج الميكسنج تانك. قال لك كام بقى؟ 55. منسوب ميه فيه 55. وقال لك هندسه الكامل بتاعك دي فيها منسوبين، منسوب في الصيف ومنسوب في الشتاء. في الصيف اللي هو يوتا ليفل قال لك 35، في الشتاء اللي هو يوتا ليفل 1.5. طيب قال لك هندسه المسافه بين البامب ستيشن محطة الرفع لغاية الميكسنج تانك ده 1200 اللي هو طول ايه؟ طول خط الطرد. انا عندي مصدر ميه بتاعي هواي مصدر ميه ده الترعة بتاعتي اللي هو عاملها في المسافة. الترعة دي خدت منها انتيك اهو، طلع منها انتيك اهو.
200 دولار وصل فين؟ اول حاجه الميه تدخل على الصمت، غيرت ايه مثلا؟ غيرت محطه الرفع، بعد كده ندخل على الترمبات اللي هي فين؟ في البامبرو، بعد كده مش هنسيك اطلع بقى لفين؟ للووتر تريتمنت بلانت، محطه ايه؟ المعالجه. بعد ما تدخل محطه المعالجه او ادخلها على محطه رفع تاني توصلها لغايه فين الهندسه؟ للمدير بتاعتك. طيب قال لك ايه بقى؟ قال لك انا عندي المسافه من البامب ستيشن لغايه الووتر تريتمنت بلانت كل ده 1200 متر، مش المسافه دي اصلا اللي هي فيها خط الطرد، يبقى طول خط الطرد 1200 متر. طيب كده حلو، عاوز بقى الناس اصمم التيك بتاعي. يعني اصمم التيك؟ ادخل اول حاجه على المواسير دي اصممها، بعد كده ادخل على البامب الصب دول اجيب ابعادهم خرسانيه، بعد كده اجيب قوه الترمبه دي كام حصان، بس ده اللي انا عاوزه. امشي حاجه حاجه، التيك يا باشمهندسين. ابدا صمت ايه؟ انا عندي المواسير بتاعتي دي مواسير خرسانه ار سي، يبقى انا عرفت هندسه المواسير بتاعت ار سي، يبقى اقل عدد من المواسير كام؟ 2. طب لو قال لك بريستريست يبقى 1. خلاص؟ يبقى قال لك هنا في المساله يوز ار سي انتيك باي. يبقى انا كده هندسه من اول ما شفت الانتيك دي ار سي خرسانه، يبقى انا عرفت يا باشمهندسين اقل عدد من المواسير كام؟ 2. وضيف عليها كام هندسه؟ 1 احتياط. يبقى عندي كل المواسير الانتاج كام؟ 3. 2 شغالين، 1 فيها هندسه مش شغال. بحط امتى؟ لما يحصل فيهم الاثنين ايه؟ كسر. خلاص؟ طيب الانتاج انا عاوز اجيب هندسه ايه؟ ده مواسير، عاوز اجيب الدلتا بتاعه، وعاوز اجيب سرعته، هتشيك ان السرعه دي سيف ولا نص سيف؟ اعمل ايه؟ لازم اول حاجه احسب الكيو. كيو ديزاين. طيب الكيو هتنزل تحت كام؟ قلت لك اضرب عدد السكان كله اللي هو 23000 في الكيو افريج. بكام كيو افريج؟ 140. عاوز احول بقى الكيو افريج دي للكيو ماكسيموم، اضرب في كام؟ 1.4. 1.4 اهي. 1.4 اقسم على 1000 عشان ده باللتر لكل فرد لكل يوم. انا عاوز الكيو بتاعتي تطلع لي بالمتر مكعب على السنه، عشان احول من لتر لمتر مكعب. طب على حسب بقى، لا على حسب ساعات العمل. لو قالك في المساله الاوبريشن تايم 24، يبقى ده عدد ساعات العمل كل 24 ساعه. ممكن اقول لك 16، يبقى انا اعمل ايه؟ اضرب في 16 في 60 في 60، يبقى عيني على المساله هشوف هندسه عدد ساعات العمل قد ايه، وعلى اساسها احدد ليها هندسه الكيو بتاعها. خلاص؟ هو هنا ما حددكش، ما قالكش في المسألة حاجة، فاعتبر إن المحطة شغالة 24 ساعة في 24 ساعة. يبقى هنا 24 في 60 تربيع، إيه اللي ناقص؟ 1.12 بتاع 1.12 دي؟ بتاعت إيه؟ بس 1.12 إيه؟ دي؟ ما لا كلها هندسة، كلها دي في الفيوتشر. كل شغل ده على الفيوتشر. هو ما حددش أي حاجة. فأنا أعتبر كل المحطات في الفيوتشر. الا بقى لو اعطاني مثلا معلومات يقول ان دي حاجات او داتا خاصه بالحاضر، وانا عاوز اصمم مثلا 25 سنه، فاجيب بقى احول البوب في الفيوتشر، واجيب برضه نفس الكلام كيو افريج في الفيوتشر واشتغل. هنا ما حددش اي حاجه، وليش ولا هندسه ولا بوب ولا بريزنت ولا ايه فيوتشر، فشغل على ايه؟ على المعلومات دي. خلاص؟ طيب 1.1 بتاع ايه؟ السنه. ولا هنسكت؟ اللي هو عليه؟ تسير الرمل. ايه تسير الرمل دي؟ اسيل. طب ماشي اشرح لي بقى. مش فاهم. صح؟ قلنا يا باشمهندسين المره اللي فاتت عندي خزان اسمه ساند فلتر، عندي اثنين ربط ساند فلتر وعندي سلو ساند فلتر. الفرق ده عن ده من اللي بيعدني في طبقات الساند. عندي الساند يا باشمهندسين بتراوح من 80 سنتي ل 150 سنتي. لو انا عاوز اخلي معدل الفلتريشن سريع اقلل معدل الساند فخليه 80.
طب لو عايز اخليه مافيه مش بنزين ازود الزيت، فالرمل ياخد وقت اكبر في ايه؟ في الفلتريشن. المهم يعني انا عندي طبقتين، طبق سنت وطبق جبن، رمل وزلط. طيب يا جماعه، اول حاجه الميه بتاعتي ميه خام. الميه بتاعتي ميه خام، فيها ايه بقى؟ فيها مواد بعلقم وفيها مواد زايده. طب اتخلص من ده ازاي وده ازاي؟ طبعا قبل ده في مراحل كتير، في حاجه اسمها الترويب وفي حاجه اسمها الترسيب. يعني في مرحلتين قبل كده خلاص فيهم المواد العلقم، بس في شويه مواد عالقه لسه باقيين ما عرفش تخلص منهم. اعمل ايه؟ قال لك هندسه هتعدي الميه على الرمل. الرمل ده طبعا انا عارف المسافه بينه وبينه صغيره، فاكيد اي مواد عالقه اكبر من المسافه البينيه دي هتحتجز. هتحتجز فين يا محمد صلاح؟ على سطح الرمل من فوق. طب كده خلصنا من المواد العالقه. طب المواد ازاي بقى مش بنسيب خلاص منها ازاي؟ قال لك مش كده الميه دي فيها بكتيريا؟ طب البكتيريا دي شحنتها منافره للسنت، يعني على عكس السنت. يعني كل ما عدى ميه على السنت البكتيريا اللي موجوده في الميه هتعمل ايه؟ هندسه تختار كل حبوب السام تلزق عليها. طب مش الميه فيها مواد زايبه؟ والبكتيريا في وجود الميه في وجود الهواء تتغذى على ايه؟ المواد العالقه ازاي؟ سوري، المواد الزايبه العضويه تحولها الى مواد ايه؟ مواد غير عضويه عالقه. طيب خلاص بقى البكتيريا تبدا تشتغل، كل حبوب السام عليها شبه بكتيريا. طب الميه عادي فيها مواد زايبه، البكتيريا تعمل ايه هندسه؟ تحول المواد الزايبه دي لمواد ايه؟ عالقه. تكون في المواد العالقه دي على سطح من فوق، فتكون لي فوق هندسه طبقه الجيلاتينيه. الطبقه دي تفضل تزيد 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 كل ما فرط الميه. طب خلاص بقى ما يسمحش بقول ميه تاني، اعمل ايه؟ لازم اتخلص من الطبقه دي. اعمل ايه؟ احط ميه مدفع ميه من تحت يغسل لي كل ده. طب كلمه ميه الناس اللي بغسلها في الغسيل دي عباره عن كام؟ 10% من كل زر. خلاص يبقى انا اضرب في واحد واحد ناقص. خلاص جبت ده كله طلع لي 8/10 متر مكعب على السنة. ادخل بقى على تصميم انتيك. انا عندي ار سي انتيك، يبقى انا عارف ان بتاع بكام؟ ان بتاع باتنين. طب انا عايز اجيب اقطار، اقول له كيو عباره عن سرعه في مساحه. طب مساحه دي بتاع اي حاجه؟ بتاع مسورتين. طب انا عايز اجيب بتاع مساره واحده في اتنين، يبقى اتنين في ايه ده؟ مساحه المسطره الواحده يا باشمهندسين. في السرعه يديني ايه؟ التصرف. طب مش التصرف ده 8/10؟ يبقى انا كده عندي مجهولين الفي والاي. طب بس انا عندي حدود الفي من 6/10 1.5، افرضها كام؟ واحد. طب اجيب ايه؟ اجيب الاريا. من الاريا اجيب ايه؟ الدايمتر. افرض الدايمتر بتاعها كام بقى؟ 0.71 اللي هي 710 ملم. اقربها بقى ل 700 ولا 800؟ انا عارف بعد 500 امشي 100. عندي حلين، اما اقرب ب 700 اما اقرب ب 800. احنا هنشتغل عليها هندسه. الافضل بالنسبه لي استخدم مصور بكتير صغير ومصور بكتير كبير اللي يحكم لي السرعه. يعني انا حتى هندسه لو استخدمت ده وسرعه مش مسيبه هضطر استخدم قطر تاني. بس انا عندي حلين، قطر 700 وقطر 800، فرضا ان الاثنين مسافرين سرعه. يبقى الاحسن بالنسبه لي 700 يبقى انا هندسه همشي كده. اخد الاقرب اللي 710 مش هي 700 اهو، يوز دايمتر 700 ملم. بس ما انساش ما انساش على كده بقى، لا ادخل بقى على السرعه. اقول السرعه هساوي الكيوب تحت هي 8/10 على 2 صفتين في باي على 4 في 7/10 تربيع. اديني كام سرعه هنا؟ اديني السرعه 1/4 من 100 متر على الثانيه. طب كده الناس مسيبها مش مسيبها؟ سيب. طب لو واحد مثلا استهلك 800، لما هي سالت 800 هتلاقي السرعه قلت عندها يبقى كام؟ اقل من واحد. فمالك بقى؟ يعني بالنسبه لي هندسه 900 احسن بكتير من 800. سايب لي السرعه وكمان اقتصاد بالنسبه لي. خلاص؟ يبقى انا اشتغل على هندسه اختار القطر الاقرب للقطر بتاعي. بس لازم اشيك على السرعه، السرعه مسيبها كله تمام، مش مسيبها هضطر اغيره. تمام؟ ماشي يا جماعه. ايه اللي باقي بقى في خطوه الانتيك؟ كده عرفنا الام وعرفنا الدامتر وعرفنا السرعه. ايه اللي باقي؟ اللصص. يعني مش الماسوره،
يعني دي خدت ميه من السيرفس ووتر اللي هو الكانال بتاعي ووصلتها لغايه الصب روم. شوف يا جماعه ده الانتيك. انا قلت لكم المره اللي فاتت الموسوعه بتاع الانتيك دي اما تكون هورزنتال اما تكون ايه؟ ميل. طب هو مالكش اي معلومات بعتبرها ايه؟ هورزنتال. لا بعتبرها افقيه. خلاص؟ طيب الموسوعه دي هندسه بقى الميه ماشيه من هنا لغايه هنا. طب الموسوعه دي مش هتقدر يحصل فيها فاقد؟ طب انا عاوز اعرف كميه الفاقد دي قد ايه؟ عرفنا في نوعين الفواقد. في فواقد رئيسيه جايه من احتكاك وفي فواقد ثانويه. الثانويه جايه منين هندسه؟ اول حاجه لو الميه عدت من المضرب الميه بتاعي لغايه دخل في الماسوره قبل ما تدخل في كان في سكرين. السكرين دي اتفقنا ضمن الفواقد الثانويه قيمتها كام السكرين دي؟ الفواقد فيها 10 سم. طيب بعد كده دخلت على مدخل ومشيت في الماسوره دخل وبعد كده خرجت من المخرج يبقى عندي فواقد ايه؟ دخول وفواقد ايه هندسه؟ فواقد خروج. طيب اول حاجه نمسك حاجه الفواقد الرئيسيه هندسه مقدارها كام؟ 4 اف ال في تربيع على 2 جي في الدي. عوض بقى هندسه يبقى اتش لوزز مين 4 الاف دي لسه مش فوق الفريكشن كوفيشنت هتاخدها كام؟ 7 من 1000. لو مش فوق في المسار هتاخدها كام هندسه؟ 7 من 1000 في كام هندسه؟ ال بكام؟ ال دي مش فوق بتاخدها كام هندسه؟ ال ب 100 متر واصلا طول الانتيك هتروح من 100 متر ل 200 متر. ومحدش يقول لي يا بالفوزين انا عامل الماسوره دي كلها حته واحده 100 متر. لا دي الماسوره دي عباره عن ايه؟ حاجات جوا بعض كده بتركبها ببعض. عند كل اتصال مصروف بالثانيه في مخده تحتيه قاعده خرسانيه. خلاص عند كل فاصل من ده وده قاعده وهكذا قاعده. خلاص يعني ما حدش يقول لي ان مصروف الخرسانه دي ثبتها كلها مره واحده 100 متر. لا ده عباره عن مصروف مجزأه طالعه من مصنع بطول معين. انت عاوز 100 متر مثلا طالع مصنع 20 متر يبقى تعالى خمس مصروف جنب بعض. عند كل اتصال ماسوره ماسوره بتعمل ايه؟ قاعده خرسانيه 10 نقط. وصلت يا جماعه؟ طيب ال ال بكام؟ قلت لك لو مش معطى هتاخدها 100 متر. في في تربيع الفي اكشن سريع 1.4 من 100 على 2 في 9 و8 في دي بكام؟ 7 من 10. جبت الفقد لسه بتاع الدخول بتاع الاحتكاك. عاوز بقى اجيب هندسه الفقد الثانويه كلها. واتفقنا عباره عن سكرين اوتلت والت. المفروض بعقلي كده الالت عباره عن نص في تربيع 2 جي والاوتلت في تربيع 2 جي. الدكتور قال لك ايه بقى؟ قال لك جمع ده صدق كلهم في تربيع على 2 جي تسهيلا ان شاء الله. خلاص جمع الناس ده صدق جمعهم مع فقره دراسيه هيطلع كله 4 من 10. يبقى انا جمعت فوق الثانويه، فوق الدراسيه جاي من احتكاك، جمعتهم كلهم طلعوا كام هندسه؟ 4 من 10. ادخل بقى الخطوه اللي بعديها. الخطوه اللي بعديها، ايه الخطوه اللي بعديها؟ خلصنا من الانتيك. ادخل بقى يا باشمهندس على الصنبرو والبمبرو الاثنين ابعاد خرسانيه، يعني غرفتين خرسانيه ليهم ايه؟ ال وبي ودبس. طب انا عايز اجيب الكلام ده كله، اجيبه ازاي؟ قال لك يا باشمهندس ان الميه بتملى خزان الصمب ده في مسافه في زمن من 5 ل 15 دقيقه. الدكتور قال لك خد الدي ب 5 بنت. طيب الدي ده موجود وعندي كيو التصور بتاعي اجيب ايه؟ الفوليوم. اجيب الحجم مش التصرف عباره عن حجم على زمن. انا عندي التصرف وعندي الزمن بتاعي اجيب ايه؟ الفي. طب الفي عباره عن ايه؟ طب انا من 10 في 5، هل في 5 بس؟ لا دي متر مكعب على الثانيه ودي متر بحوالي الثانيه. ب 60 يطلع كل ده 240.
متر مكعب. بس ده بقى حجم خرسانات ولا حجم ميه؟ حجم ميه. يبقى انا عندي ده الصمت وجنبيه البمب، تمام؟ نشتغل اول حاجه على الصمت. الصمت ده له طول ال وليه عرض بي، هسميه بي واحد، والميه وسط فيها رد فعل معين. هنسمي الدبس كله يا باشمهندس دي كابيتال، وده دي سموك يعني ارتفاع الميه في البيار دي، دي سموك. والارتفاع بتاع كله صبره كله كام؟ دي كام؟ وعرض بي واحد وطوره في الناحيه الثانيه كام؟ ال. طيب انا عايز اجيب ايه بقى؟ عايز اجيب ال والبي واحد والدي كام؟ طب انا من معلوميه الزمن وعندي كيو ديزاين جبت حجم، بس انهي حجم؟ حجم الميه اللي موجوده في الخزان. طب مش الميه دي حجمها عباره عن ال في البي بس في الدي سموك؟ صح؟ ده هساوي بي 1 في ال في الدي سموك. التلاته بالنسبه لي مجاهيل، يعني ولا اعرف دي ولا اعرف دي ولا اعرف دي. طب اصرف ازاي؟ قال لك هندسه ال دي تعرفها ازاي؟ قال لك العرض سوري الطول ده هو نفس الطول بتاع البامب. طب مش البامب هندسه لازم فيها كده بالشكل ده؟ طب بص من فوق كده في الكابلات، البامب هو بالشكل ده وده الارز. مش انا قلت لك بس البامب روم ده فيه اربعه شغالين، اربع طرمبات. طب اجمع الاربعه 5% منهم كام؟ يبقى ست. يبقى هنا متوزع ست طرمبات. طب المسافه بقى من كل طرمبه والثانيه اسمها اس اس. المسافه دي من 2 ل 2.5، لو مش موجود في كام؟ 2.5. يعني دي اس 2.5 2.5 وهكذا. طب عند طرفها مش مسيح اس على دي وهنا اس على دي. يبقى عشان اجيب الطول الا بس اعمل ايه بقى؟ اضرب عدد بقاطع الطرمبات كلها اللي هي 6 الشغال ومش شغال في المسافه لهم كام؟ 2.5. يبقى تلعب كام هنا؟ 15 2.5 في 6 بكام؟ 15. يبقى اول حاجه بس في الابعاد دي جبتها 15. طب قدامي حلين، عندي بعدين مجهولين، فافرض واحد واجيب الثاني. طب افرض ان واحد بقى انا عاوز ايه؟ ما اخليش السمبر والمبرو ابعادهم كبيره كارتفاع، فاتحكم الناس في الدي ويضرب لي في البي واحد مش مشكله، بس انا مش عاوز اخلي البامب ولا السمب ارتفاعهم كبير. فاعمل ايه يا باشمهندسين؟ افرض الدي من كام الدي دي بقى؟ من 1.5 لغايه 3. الدكتور قال لك من كام لكام؟ من الدي ل 3 براحتك. فانت في الامتحان هتفرق بالدي، انا في المساحه حاليا 1.5 خلاص؟ بس في الامتحان هتعوض عن الدي دي هتنسب كام؟ ب 2 متر. انا فرضت عندها 1.5 دي، خدت دي 1.5. طلع لي مش مسيرة البي واحد بكام بقى؟ طلع لي البي واحد 10.7 متر. اي ابعاد خرسانيه بقربها اخر نص متر. يبقى خلي كام؟ 11 متر. طب لما جبت ابعاد جديده بقى ايه؟ انا عايز اتاكد بقى. عايز اقول لك طول ما تمشي بالعكس يعني؟ كده ما مش تنفع طول ما مش تنفع ميه. ممكن بس خلي بالك انا عندي كل ركعه فوق. يعني انا برضه هشيك على مسوك الصمبرو. هقارنها بقى بمسوك الميه في الدرع. يعني مش كل ركعه على الصمبرو. انت خايف مسوك الميه في الصمبرو يكون اول مسوك الميه في الدرع. طيب انا كده كده هجيب مسوك الميه في الصمبرو اطرح المسوك اللي هو ده ليفل مصر ال 14. هكده هيكون اقل منه. مش عندي يا جماعه مسوك في الدرع اهو. والميه ماشيه في مواسير. مهما كان يحصل فوق في المسوق ده هيقلع المسوق ده. وبسحب خلاص بسحب منه بسحب بقل يحصل فوق فيقلع عندي. ايه يا عم؟ تمام يا جماعه. طيب انا هنا جبت بي واحد 11 متر. طب ايه اللي ممكن يتغير لما جبت ابعاد جديده؟ يعني هل كده ازود عدد براحتي؟ ازود بي واحد براحتي؟ ازود دي براحتي؟ طب ايه بقى الشيكات بتاعتي؟ انا عندي هندسه اول حاجه كنت فرض ان الكتير كام؟ 5. والخمسه دي ليها حدود من 5 لغايه 15 متر. ارجع بقى تاكد على الدي مناسبه من 5 ل 15 ولا لا؟ يعني اعمل ايه بقى؟ هات الدي جديد اس مس في اكشوال اللي موجوده فعلا بعد التقريب على الكيو ديزاين بتاعتي. كان في كام؟ ال في
بي في الدي. بس اني دي بتاع المايك على كي ديزاين يطلع لك هنا مثلا في المساله طلع 5 و5% هل بيسيبها مش بيسيبها؟ بيسيب. طب لو طلعت في المساله 4 9 10 اعمل اعتبرها 5. بضطر بقى ازود الحجم. طب انا حجم ازوده؟ البي 1 البي 1 يعني بدأ النسبة سنة 11 سنة 11 ونص وهكذا. أهم حاجة النسبة بعد الوعد الجديد اللي السام جروب يبتدي تكون من 5 15 ونص. معايا؟ يا جماعة بعد ما جبت الأبعاد ال وبي واحد ودي وقررتها كلها زي الفل تمام؟ أرجع أتشيك على إيه؟ على الزمن. لازم الزمن بتاعي يكون من 5 15 دقيقة. طيب لو ما كانش هندسة مسيف أنا عارف إن الدي الزمن عبارة عن في على كيو. فلازم ازود الفي عشان يزيد الدي. طب ازود الفي ازاي؟ العب في اي تلات ابعاد. عندي ال ثابته والدي مش ازودها اثبتها. وعندي لحد الحاجه الوحيده اللي العب فيها كام؟ ليه؟ اللي هي البي 1 ازودها بقى 11 ازودها كام؟ 11 ونص. لو ما سافيش 11 ونص ازودها 12 وهكذا. بس اهم حاجه ان البي 1 دي ما تقلش عن كام؟ 2 متر. معايا؟ خلاص يا جماعه؟ طيب ايه اللي بيقل في السمبرو؟ مفيش بس غير مرسوم في السمبرو. اطرح اللي هو الوتر ليفل ناقص اللوسز اللي حصلت في الانتيك هات لي ايه؟ مرسوم في السمبرو ازاي؟ شو هنا الهندسه بتلعب؟ صح؟ طيب المرسوم ايه؟ اللوز كام؟ خلاص؟ طيب انا عندي المرسوم ده منسوبين قال لك الوتر ليفل وقال لك رايوت الليفل، اتفقنا ان الكريتيكال بالنسبه لي الايه؟ اللو. مثلا منسوب الميه الموجود في السيرفيس كانر منسوبين، منسوب لو منسوب هاي. ليه بقى الناس كلها بتشتغل على اللو؟ بيجوا بتشتغل على المنسوب العالي. لان فرضا يعني لو انا الترومه بتاعتي صممتها ان تسحب من الوتر لغايه الوتر الليفل توصل لمنسوب معين. فرضا طلع المسافه دي كلها كانت 3 متر. ومنسوب الميه في الشتاء اقل. الموجود في الايه؟ في الترع. فبدل ما كان هيسحب من الهاي ووتر ليفل هيسحب منين؟ من اللو. طب انا كنت مصمم عليه في الاول هيسحب من الهاي فكده الترومبه مش هتعرف تسحب من اللو. فكده بالنسبه لي ان اسحب من المنسوب الاقل اوصل لمنسوب السحب التوصيل اللي هو الميكس. فعشان كده الناس بشتغل على كام؟ بشتغل على اللو ووتر ليفل اللي هي كان 1.5. طب انا عاوز اجيب بقى منسوب ميه هنا. المفروض يعني المنسوب هنا نفس المنسوب هنا. بس الطاقه بتقل بتيجي تحت احتكاك وسكند لوسز. طيب اجيب بقى المنسوب هنا ازاي؟ اطرح المنسوب ده ناقص المنسوب اللوسز اللي حاصلين قد المنسوب هنا. معاش معايا؟ دي كابتل بقى. ايه؟ لسه كده. خلاص يا جماعه؟ طيب احنا دلوقتي جبنا البي والال والدي بس ده كله ما جبتش برده الدي كابتل الكبير اللي هي ارتفاع الخزان كله. قال لك يا باشمهندسين البعد على ال اللي قمة الخزان ده القمة الكراسي بتاع الخزان بعده بقى الناس عن منسوبة في خزان من نص متر لواحد متر. يعني انت يا محمد صلاح فرضت ان دي بواحد ونص ضيف عليها نص متر هات الوقت كام؟ 2 متر كل الدبس كله. طب واحد تاني فرض 2 ضيف عليها 1 متر 3. انا افضل لي خلي الديامتر كله خلي الناس الدبس كله على صحيح. يعني انت الناس فرضت دي فيها انصاص خلي المسافه بين الكريست ووتر ليفل كام؟ نص متر. لو كان رقم صحيح خليها كام؟ 1 متر. خلاص؟ تمام؟ طيب ادخل بقى الناس على البامب. ايه اللي هيفيدني في البامب؟ ايه اللي انا عاوزه في البامب؟ البامب يا ناس محتاج اعرف برضه نفس الكلام الطول. مبطول ده نفس الطول ده. مش موجود؟ طب والبي واحد سوري ده اسمه بي اتنين عرض بي البامب ستيشن. عرض نفس البامب الغرفه فيها البامبات. قال لك بقى اللي بي 2 ده عباره عن نص ال. مش انت كنت واخد ال بسعر 15 اقسم ال 15 ده على 2 يبقى بي 2 ده بسعر وبرده نفس الكلام ما يقلش على 2. طب والدبس الكبير نفس الدبس بتاع الصب. يبقى الحاجه الوحيده اللي جبتها زياده في بام جو هي ايه؟ بي 2. قلت لك البي 2 ده عباره عن نص ال ال على 2 وما يقلش على 2 متر. خلاص؟ طيب خلصت بقى من الابعاد الخاصيه كلها ادخل بقى على تصميم جوه بتاع ايه؟ بتاع الترومبه.
طيب الترام بقى يا باشمهندس عشان اصممها لازم اجيب لها حاجه اسمها ايه؟ اتش مانومتر. اتش هي هندسه مانومتر. حتى كده الناس القرا هلاقي ان حاجه اسمها في حاجه اسمها فيدنج. بامب فيدنج. هل حد يعرف بامب فيدنج ده؟ بامب فيدنج. طيب. شوفوا يا جماعه كده. ركز معايا قوي. دي جت في الفرن اللي فات. دي جت في الفرن اللي فات يا جماعه. ده البامب ستيشن. ده البامب روم يعني وده الصامب روم بس ده بلاد. خلاص؟ مش ده مكان فيه ميه؟ المفروض فيه ترمبات موجوده في الصامب ولا البامب؟ في البامب. يبقى الترمبات بتاعته ايه؟ طيب. كل ترمبه بقى طلع منها انبوبه اسمها سكشن بايب كده. طيب بعد كده خدنا هندسه ميه بالسكشن بايب دي دخلت الترمبه طلع تاني موضوع هندسه كده بالشكل ده. كل الاسيب دي هتتجمع على مسار واحده بس اسمها ايه؟ خط الطرد. طيب بسمي بقى هندسه الموسيقى دي ده وده 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 اسمه بامب فيدنج. يعني الموسيقى الاضافيه وظيفتها بس ان تعمل ايه؟ تاخد الميه من البامب توصلها فين؟ لفرس مين. خلاص؟ هو قال لك في المثال بقى قال لك كل اطوال البامب فيدنج كلها 25 متر. يعني هو جمع الطول ده والطول ده والطول ده والطول ده جمعهم كلهم كان كام؟ 25 متر. قال لك كام ايه؟ المسافة بين البامب هنا هندسة لغاية الميكسنج 1200. يبقى طول الفرس من كام؟ 1200. طيب. أنا بقى عاوز أعرف كل ترمبة من الترمبات دي بتسحب مية قد إيه؟ أو بتوصل مية فين لفين؟ عشان أعرف بعد كده كل ترمبة عندها كام قرص باور. طيب أنا عندي القرص باور هساوي جاما كيو ديزاين في اتش مانومتر على 75 في كفاءة الترمبة. خلي بالك القرص باور اللي هجيبها دي هندسة للمحطة كلها. يعني الترمبات كلها. يعني أنا كأني جمعت كل الترمبات وكل قول مثلا إيه قلت ترمبة عندي 10 ترمبات وكل ترمبة كان 3 حصان يبقى جبت كل مجموع كلها كام 30 حصان. ده القرص باور بتاع محطة معلقة محطة رفع. تمام؟ لو انا عاوز اجيب الهورس باور بتاع ترومب واحده بس يبقى اقعد هنا بكيو واحده بس. كيو اللي داخله في ترومب واحده بس. اما هنا ده لو قعدت هنا بكيو ديزاين او كيو سيتي يبقى كده اجيب ايه؟ الكيو او الهورس باور بتاع كل الترومبات مجمعه مع بعض. وصلكم؟ يبقى الهورس باور دي هندسه لمحطه الرفع كلها، لمحطه الرفع. طب ده لاربع اربع ترومبات ولا ست ترومبات؟ لا أربعة. أنا بتعامل مع الشغالين بتعامل مع اللي شغال يبقى ده لأربع بامب. أنا هندسة بتعامل مع الترمبات الشغالة ماليش دعوة بالاحتياطي. الاحتياطي مش داخل فيها مية. خلاص؟ طيب أنا هندسة عاوز أجيب اتش مانومتر. يعني إيه اتش مانومتر ده؟ عبارة عن اتش استاتيك زائد اتش نص زائد اتش نص. طب في حاجة هندسة الاستاتيك ده هعرف اجيبه مفيش مشكله. النص ده في اي حاجه بالظبط؟ مصيره خاصه. شو حصل ده الناس لما الميه طلعت من البامب وصلت ميكسنج. طب حصل بقى في النص الميه مشت فين؟ مشت في الفيزنج مش في فورس مين. يبقى لازم اجيب هندسه ايه؟ حاجه اكني جمعت كل الميه وخليتها تمشي في ماسوره. الماسوره دي طولها كام بقى؟ 1200 زائد 25 زائد 25. تمام؟ طيب ابدا حاجه حاجه. اجيب بقى اتش ست ازاي واجيب اتش نص ازاي. اول حاجه الميه بتسحب من الترمبه من السكشن بايب توصلها لغايه فين؟ الميكسنج بالشكل ده. ماشي يا جماعه؟ ده منسوب السحب. والناس تطلع لغايه فوق اهو يوصلوا لغايه الميكسنج اللي هو الناس ايه؟ منسوب التوصيل.
بنى لازم اعرف منسوب السحب ايه ومنسوب التوصيل ايه، هتروح من بعض جيب ايه يجي ستاتيك. طيب منسوب السحب هيتسجمه ازاي؟ قال لك بقى المصورة السكشن دي على ارتفاع نص متر من القاع، مش عارف لسه جاي منسوب في الصب اللي هو درافت اللي هو تلف لوسلوسز. تمام خلاص. طيب جبت الناس اللي مرسومها في الصب كان طالع في مسالك 29.5، عاوز بقى اجيب منسوب السحب ده اللي هو عند مستوى السكشن، اعمل ايه؟ اجيب منسوب القاع واقعد معاه نص متر اجيب منسوب السحب، صح ولا غلط؟ تجيب منسوب القاع ازاي؟ مش هاخد راحت ال 29.5 دي، خلاص دي يديني منسوب القاع. طب ايه منسوب القاع ده نص متر تجيب ايه؟ منسوب السكشن. خلاص؟ يبقى هو بس الووتر ليفل ايه؟ سكشن باي هساوي 29.5 اللي هو بامبرو 1.5 ناقص الدبس كان كام؟ 1.5 زائد قايم عليه كام؟ نص متر. طب ده منسوب السحب منسوب التوصيل كام؟ قال لك المسألة منسوب المايه في الميكسنج 55، يبقى اطرح بقى الناس يبقى الايش ستاند هساوي 55 ناقص المنسوب ده 28.5. فاضل لي ايه؟ فاضل لي اجيب ايش لوسز. طب الاشخاص ده موجوده فين؟ في ده وفي ده. طب انا ما عنديش هندسه الاخطار بتاع فرص مين عشان اجيب اللص. مش اللص ده عباره عن اربعه اف ال في بي على دي جي في دي، دي اساسيه مين؟ لو ضربتها في 1.1 اجيب مين زي سكندري. طب انا محتاج اجيب هندسه الفي والدي اعمل ايه؟ لازم اول حاجه اصمم فرص مين. طب فرص مين دي سهله قوي، هي مسار واحده بس ما فيهاش احتياط ماشي فيها كل صف المدينه. بقول يا هندسه يبقى الفرصه مين؟ فرصه مين ديزاين؟ الام تحت بواحد تبقى كيو كلها ماشيه في مسار واحد 8.10 هتساوي ايه في الفي؟ افرض الفي بواحد هات الدايل ايه منها يطلع دايمتر ب 900 ملم ويطلع في اكشوال 1.25 ملم بتاع سنسور ذا فوكس الرئيسي. طيب عندي الناس افترضت هنا بقى الفوكس الثانويه 10% من الرئيسي، يعني هضرب 4 في ال اف ال بيتا 40 جي في 1.10 كده جبت ايه؟ مجموع رئيسي زي الثانوي اجمعها مع ايش ستاتيك ايه؟ الميرميك. طب بس ال دي طولها كام؟ ال 1200 زائد 25 خلاص؟ تمام؟ يبقى دي 4 اف 7000 اللي بكام؟ 1250 فوق خط الطرد كله زاد الفتنج شويه صغيرين طول المصير الصغيرة ده وده وده وده. هو قال لك كلهم مجموعهم كام؟ 25 متر. يبقى ال 1225 في الفي تربيع اللي هي 1.25 تربيع على 2.19 تربيع في 9.10 كل ده في كام؟ 1.1 ده اللي فوق السنوات الرئيسية اجمعهم على ايش ستاتيك اجيب ايه؟ ميرومتريك. اعرف كل اجيب ايه؟ فرصة اللي هو مشكلة؟ هذا ليه؟